كانت لحظة تكريم حقيقية لشخصية إنسانية ومهنية فقدناها، الأستاذ محمد الغضف الداه، مدير قناة العيون الجهوية. محمد الغضف الداه كما قلت كان علامة فارقة في تاريخ الإعلام الجهوي والإعلام المغربي بشكل عام، شخصية تمرست بشكل كبير في عالم مهنة الصحافة، من الصحافة المكتوبة، من صحافة الوكالة إلى صحافة الإعلام السمعي البصري. كان مرجعا حقيقيا في مجال اختصاصه، كان إنسانا مدافعا شرسا على وحدة المغرب الترابية وكذلك على الموروث الثقافي الصحراوي. كان يدير تلفزه العيون الجهويه بفكر وطني كبير، اعطى الشيء الكثير، يعني استطاع ونجح في خلق نطفه من الصحفيين الشباب الذين راهن عليهم في بدايه القناه التي تتجاوز الان 10 سنوات. محمد الغضف الداه سيظل بيننا من خلال اعماله وانجازاته الكثيره. هذا اللقاء كان يوم جد مؤثر، من خلاله كل زملاء المرحوم الصديق والزميل المرحوم السي محمد الغضف تذكروا مناقبه، استعرضوا كل المسار المهني والإعلامي والوطني اللي طلع به من خلال إدارته لقناة العيون، واللي كانت حقا مهمة صعبة جدا، لأنه كان في الواجهة في مواجهة خصوم وحدتنا الترابية، في الواجهة لا 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 تتمين موروثنا اللامادي الصحراوي الحسني اللي هو أحد مقومات الهوية المغربية. كان الله يرحمه إنسانيا معطاء، محبا للخير لزملائه. إذن بالنسبة لي المرحوم محمد الأغضف كان صديق كبير، وعندنا علاقات مهمة على المستوى المهني وعلى المستوى الشخصي كذلك، وكان من الصحفيين الكبار في هذه البلاد اللي دافع بالخصوص على الوحدة الوطنية من خلال الكتابات دياله، لأن خصني نذكر أنه كان اشتغل كثير في الصحافة الورقية، وكتب مقالات كثيرة على مواضيع مختلفة ولكن بالخصوص على ملف ديال الصحراء، القضية الأولى بالنسبة للمغاربة اللي هي قضية الوحدة الترابية. هذا الرجل صراحة هذيك المسؤولية اللي كان تحملها في العيون كانت مسؤولية جسيمة جدا وشديدة الحساسية، لأن الناس ما تيشوفوش غير الكرسي، تيشوفوش المسؤوليات اللي وراء هذاك الكرسي. المسؤولية اللي كان كيتحملها على رأس قناة العيون أنا ذاك السي محمد الله يرحمه، كانت مسؤولية كبيرة جدا وقليل اللي تعرف الأهمية ديالها والخطورة ديالها، وفي ظروف واشتغل في ظروف صعيبة. هذه من جهة، من جهة أخرى على المستوى الشخصي كان إنسان وفي كصديق، وكان خلوق، وكان وفي جدا في العلاقات ديالو مع الناس اللي كيبغيوه وتيبغيهم، ولكن وحده هو علاقته مع أولاده، عنده واحد العلاقة مرضية بين قوسين مع أولاده، عنده عينيه، ديك الأولاد ديالو هما عينيه، يضحي من اجلهم بجميع، يعني بالغالي والنفيس. هاد الدراريات اللي كانوا حضروا دابا اليوم في هاد التظاهر هادي، وهادشي اللي يمكن نقول، ولكن كاين اشياء كثيره يمكن ولا، ولكن هادي خاصو في الحقيقه خاصو كتاب، خاصو هو كتاب صراحه، لان التجربه ديالو تجربه استثنائيه في الاعلام المغربي، خاصو يتخص ليه كتاب، اون فغي اوتوبيوغرافي تكون مخدومه، فهمتيني، بالمعطيات كلها. الله يرحمه ويسع عليه ويصبر الأهل ديالو، لأنه إنسان غالي جداً.